انتخابات رئاسية أمريكية تجرى حالياً، لكن على منصة إكس. فالملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك المنصة أطلق استطلاعاً للرأي يتيح للمستخدمين التصويت إما للمرشح الجمهوري دونالد ترامب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. ماسك الذي صوت سابقاً للديمقراطيين أعلن مؤخراً تأييده الكامل لترشح ترامب، وأعرب عن استعداده للعمل بالإدارة الأمريكية إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، بعد مقابلة أجراها مع الرئيس السابق أظهرت العلاقة الوطيدة بين الشخصين. أما بالنسبة لاستطلاع ماسك فحصد حتى الآن مشاركة أكثر من 30 مليون مستخدم. تقدم ترامب بنسبة 75.2% من الأصوات، بينما حصلت هاريس على نسبة 24.8%. ومن المقرر أن يستمر الاستطلاع لمدة 22 ساعة أخرى للإعلان عن الفائز الافتراضي بالرئاسة الأمريكية.